السلام عليكم أعزائي الطلبة، أتمنى أن يكونوا الجميع بصحة جيدة ورمضان كريم عليكم. محاضرتنا اليوم هي المحاضرة الخامسة بمادة الميكروويف. بهذه المحاضرة إن شاء الله راح المحاضرات السابقة بدينا بموضوع الويف جايدز، واخذنا الخصائص العامة عن الويف جايدز، عرفنا أنواعها بس ما دخلنا بالتفاصيل عن الأنواع، وايضا عرفنا وين نستخدمها باي مكان وشنو الاجهزه اللي راح نستخدمها وياه. اليوم ان شاء الله المحاضره مالتنا راح ندخل بتفاصيل الويف جايدز. احنا قلنا بالمحاضره السابقه بيها نوعين، عندنا اما يكون ريجيد او يكون فليكسيبل، وقلنا كل نوع من ذني الريجيد شنو كم نوع بي، قلنا اللي هو الهارد اللي هو كان بيه نوعين، اتذكر هارد سميناه او الميتاليك نفس الشيء، اللي بي نوعين الريكتانجولر والسيركلر، واخذنا الفلكسبل ايضا قلنا بي نوعين. هسه اليوم راح ناخذ النوعين ذني اللي هي الريكتانجولر والسيركلر، راح ندخل بالتفاصيل مالتهم، نعرف شنو هي المعادلات مالتهم، نعرف ايضا وين نستخدمهم، اشكالهم شنو، شلون نحقق الكتوف فريكونسي. هذه المعلومات كلها ان شاء الله اليوم راح نعرفها. ان شاء الله نبدي المحاضرة، وبنهاية بالنهاية مع المحاضرة راح ناخذ examples على rectangular waveguide و circular waveguide. اوكي، هذه كاوتلاين. نبدي بالrectangular waveguide. من اسمه rectangular، rectangular معناها مستطيل. كلمة مستطيل، الشكل مال الwaveguide راح يكون على شكل مستطيل. هو طبعا يعتبر من اقدم انواع الترانسميشن لاين، والاستخدامات مالته ايضا عديدة. أشهر أنواع الاستخدامات اللي بي هي أنه يستخدم حتى يربط لنا الدش مالتنا، الهوائي مالتنا بمن بالكوكسيل كابل مثلا، حتى يربط لنا بالإلكترونيكس اللي موجودة عندي بالبرج. أوكي، ليش سميناه ركتانجولر؟ لأن الشكل مالته راح يكون ركتانجولر مثل ما هسه راح يبين عندنا بالصورة. شوف هذا هو الشكل مال الركتانجولر ويف جايد، مبين ركتانجولر يعني بارتفاع اللي هو الارتفاع مالته اللي هو البي بهذا، وشوف الاي اللي هو العرض مالته، شوف الاي المساحه مالته اكبر. لذلك هسه بالمحاضره القادمه بنتقدم بالسلايدز راح نعرف ليش يكون اكثر اهميه. هسه عندنا الاي وعندنا البي، وذني الاي والبي هن اللي راح يحددن الفريكونسي رينج، لان تعرف انت كل ويف جايد الى فريكونسي يشتغل بتردد معين، يعني يبدي يمرر مثل ما قلنا بالمحاضره السابقه، راح يبدي يمرر تردد معين، وشكو شيء فوق هذا التردد يمرره، واي شيء اقل من هذا التردد ما يمرره. قلنا احنا الويف جايد يعتبر كانما من يبدي يشتغل كانما هاي باس فلتر. شكو تردد اعلى من الكت اوف فريكونسي راح يمرره، شكو تردد اقل من الكت اوف فريكونسي ما راح يمرره. لذلك عليه من يعتمد الكت اوف فريكونسي يعتمد على ذني الابعاد اللي هو البي والاي. الويف جايد ديترمينيشن او الويف جايد دايمنشن، شوف الدايمنشن، السايز مثل ما قلنا قبل شويه، السايز مال الويف جايد اللي هو الاي والبي راح يحدد شنو؟ راح يحدد لي الاوبريتنج فريكونسي. واضح؟ راح يحدد لي الاوبريتنج فريكونسي. الفريكونسي مثل ما قلنا راح يحدد بالدايمنشن. ليش بالدايمنشن اي فقط؟ البي الارتفاع مالته شويه اقل. احنا دائما بالهوائيات او بالانتنه نقول الدايمنشن الاطول راح يحدد لي الاقل التردد الاقل. هسه هاي معلومه اخذها هيك، شلون تصير هذه راد لها تفاصيل هوايه. الدايمنشن الاطول راح يحدد لي التردد الاقل، لذلك التردد الاقل شنو هو؟ هو التردد اللي راح يبدي بيه يشتغل شنو؟ يشتغل الويف جايد. لان كل ما طول المسافه راح يقل التردد، من طالت المسافه قل التردد معناها راح يحدد لي التردد الاقل. هاي هي النظريه اللي بيهايند. فنجي عندنا هسه عرفنا انه الدايمنشن اي راح يحدد لي شنو؟ راح يحدد الكت اوف فريكونسي. الدايمنشن عاده شنو هو؟ لازم يكون half of the wavelength. half of the wavelength. هسه شنو half of the wavelength؟ يعني الدايمنشن لازم يكون البعد مالته او الطول مالته نصف الطول الموجي.
ليش نصف طول الموجي، ليش ما واحد من طول الموجي. هذه كل ويف جايد او كل انتنا لها في الترتيب معين. اكثر الانتناز اكثر الهوائيه تعتمد على الهالف اوف ذا ويف لينث، لذلك الطول مالته لازم يكون شنو هالف اوف ذا ويف لينث. الكتوف فريكونسي مثل ما اتفقنا احنا، الكتوف فريكونسي بصوره عامه الويف جايد يعمل كشنو، يعمل كهاي باس فلتر. شوكو شيء فوق اي تردد فوق الكتوف فريكونسي راح يعبر، اي تردد اقل من الكتوف فريكونسي ما راح يعبر. هذا الويف باث ان ويف جايد ات فيريوس فريكونسيز مثل ما اتفقنا. شوف هسه راح نبدي بالعكس، راح ابدي من اقل واحد. شوف هذا عندي لهنا، شوف هذا التردد، شوف هذا بده يصير بشنو، شوف ات كت اوف فريكونسي. بالكت اوف فريكونسي ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي انه التردد الموجه من راح تسقط، يعني الانسيدنت ويف والرفلكتيف ويف راح يكونوا بنفس الاتجاه، يعني الموجه الساقطه والموجه المنعكسه راح تكون بنفس الاتجاه. ليش؟ لان احنا قلنا بالكت اوف فريكونسي ما راح يعبر اي موجه، لذلك اشوف هنا ايش صاير بالموجه اللي من سقطت منا اصطدمت بالطرف الثاني رجعت لمكانها ما تحركت. شوف ات لو فريكونسي شويه تردد اعلى من تردد الكت اوف فريكونسي بقليل، شوف الموجه هاي الانسيدنت ويف اللي عندي هنا من اصطدمت انعكست، بس لكن شوف زاويه الانعكاس قليله. شوف بس مع ذلك الموجه راح بروبوجيت، راح تنتقل الموجه. التردد شويه بدا صار اعلى من هذا التردد، يعني هم ماتي انا بعد اعلى من الكت اوف فريكونسي. شوف الانسيدنت ويف اللي هي الموجه الساقطه، شوف من سقطت هنا، شوف الانعكاس مالته ايش كان، كانت الزاويه مالته اكثر. واضح؟ لذلك بدأت تعبر الموجة. شوف هنا بالتردد الأعلى، شوف من سقطت الموجة هنا الستت ويف، شوف الرفلكتيف ويف، شوف هنا صارت، شوف واضح؟ لذلك هسه راح نبدي لأن الحالات أناقش أشرح لك إياهن. لذلك هسه صار عندي هنا، صار عندي بالكت أوف فريكونسي الموجة مالتي شبيهة ما راح تعبر، أي شيء أعلى من الكت أوف فريكونسي راح الموجة مالتي راح تعبر، وبالتالي راح يصير عندي بروباجيشن، راح يصير عندي بث. شوف هذا هو الويف بروبوجيشن، وين ا بروب لانشز انرجي، يعني يقول لك عندما يصير عندي الطاقه البروب اللي احنا اتفقنا البروب هو الجزء اللي راح يدخل لي الطاقه للويف جايد. لانشز الانرجي معناها راح يطلق الطاقه، راح ينطيني طاقه. الموجه مالتي راح باونس اوف ذا سايد وول، راح تصطدم بالجوانب مال الويف جايد. زين الاصطدام مالته زاويه الانعكاس تعتمد على شنو؟ شوف the angle of incident and reflection تعتمد على شنو؟ تعتمد على الاوبريتنج فريكونسي. زين الاوبريتنج فريكونسي يعتمد على شنو؟ يعتمد على ال A وال B، على الدايمنشن مال الويف جايد. الهاي فريكونسي ات هاي فريكونسي الانجل از لارج مثل ما شفناها قبل شويه بالصوره. The path between the opposite walls is relatively long. إذا كان الفريكونسي عالي، أعلى بهواية منين؟ أعلى بهواية من الكتوف فريكونسي. باللور فريكونسي the angle decreases مثل ما شفنا أيضا بالصورة، راح الزاوية تقل. واضح؟ الزاوية من قلت صارت صار الانسيدنت ويف الموجة الساقطة والرفلكتد ويف الموجة المنعكسة الزاوية مالتهم راح تكون قليلة. When the operating frequency it reached the cutoff frequency يقول لك عندما التردد الفعلي راح يوصل للكتوف فريكونسي، شنو اللي راح يصير عندي هنا؟ راح باونس باك اند فورث، راح مثل ما شفنا قبل شويه راح تبدي يصير بها باونسينج، راح تبدي تتردد باك اند فورث ما بين يعني تصطدم بالجزء العلوي وتصطدم ترجع تصطدم بالجزء السفلي من الويف جايد وما تعبر، تبقى تصطدم بالجزء العلوي باك اند فورث الى ان تخلص الطاقه مالتها وتنتهي، ما راح تتقدم للامام. واضح؟ ات كت اوف فريكونسي اند بلو نو انرجي ويل بروبوجيت، يعني بالكت اوف فريكونسي واقل من الكت اوف فريكونسي ما راح تعبر اي طاقه عندي، الموجه ما راح تتحرك، راح تبقى بمكانها. الكتوف فريكونسي شوف السايز مثل ما عرفنا احنا الكتوف فريكونسي منين راح يتحدد؟ يحدده
الدايمنشنز مال الويف جايد، وشلون اني اختار الكتوف فريكونسي بالاعتماد على انه اني بيا تردد اريد ان هذا الويف جايد مالتي يشتغل. اريد هذا الويف جايد مالتي يشتغل مثلا بتردد 3، مثلا يشتغل بتردد اكثر من 3، 3 فما فوق، لازم اسوي الكتوف فريكونسي مالتي ايش قد. الكتوف فريكونسي معناها تردد القطع، الكتوف فريكونسي اسوي ايش قد 3. اريد ان هذا الويف جايد مالتي يشتغل ب 10 جيجا هرتز فما فوق، ايش اسوي الكتوف فريكونسي؟ الكتوف فريكونسي اسوي 10. زين، اللي هو الكتوف فريكونسي 10، اذا اوبريتنج فريكونسي هو الشيء الاعلى من ال 10 اللي هو راح يشتغل عليه. زين، السايز مال الويف جايد، الويدث از جريتر ذان هالف لمدا. قلنا احنا ليش الويدث اللي هو الاي اللي هو العرض لازم يكون هالف لمدا او جريتر، شوي اعلى من الهالف لمدا، واضح؟ لكن من اقول شوي اعلى من الهالف لمدا ما يصير يساوي 1 لمدا، هالف لمدا بين الهالف لمدا واقل من ال 1 لمدا. زين، الكتوف فريكونسي below the operating frequency، يعني الكتوف فريكونسي مثل ما قلنا قبل شويه، الكتوف فريكونسي راح يحدد لي شكو شيء اعلى من الكتوف فريكونسي راح يعبر، اقل من الكتوف فريكونسي ما راح يعبر. هاي الفائده من الكتوف فريكونسي. المود شنو سوى؟ يقول شنو المود؟ النمط اللي راح يرسل بيه، اخذنا فكره عنه بالمحاضره السابقه. قلنا عندنا احنا تي اي مود وعندنا تي ام مود وعندنا تي اي ام مود. قلنا تي اي ام مود ما راح يصير بالويف جايد، عندي تي اي وعندي تي ام. زين، التي اي والتي ام يجي بين بعدهن الرقم اللي بعدهن الام والان، مثلا تي اي 01 تي اي 10 تي اي 20 وهكذا تي ام 10. زين، هذا ال1 وال0 شنو هذني؟ هسه نجي نعرف شنو ال1 اللي هي سميناها الام، وشنو الرقم اللي بعده اللي سميناه الان. الام ايش راح تنطيني؟ تنطيني النمبر اوف هاف ويف لينث على شنو؟ along the width. الام كم الموجه مالتي، كم ويف لينث، كم هاف ويف لينث بيها على العرض. اوكي، بينما عندي الان هسه راح اراوك صوره شويه تصير اوضح، راح يصير عندي عدد الهاف ويف لينث على شنو؟ على البي اللي هو الارتفاع النورو دايمنشن اللي عن المساحه الاقل، يعني النارو دايمنشن اللي هو احنا مو عندنا العرض بالويف جايد، مو عندي اني العرض اكثر اللي سميناه الاي والارتفاع اقل اللي سميناه البي، الارتفاع الاقل سميناه نارو والارتفاع والعرض اللي هو اكبر سميناه الوايد. لذلك هنا أنا عندي بالام عندي الهالف ويف لينث بالاكبر على العرض، كم هالف ويف لينث راح تاخذ الموجه، والان كم هالف ويف لينث راح تاخذ بالارتفاع. زين، بالريكتانجولر ويف جايد تي اي 10 مود از ذا لونجست اوبريتنج ويف لينث، نسمي تي اي 10 هو الدوميننت مود. شنو اقصد بالدوميننت مود؟ خاف اقول لك شنو هو الدوميننت مود. تقول لي الدوميننت مود هو اقل تردد راح يبدي يشتغل ب الويف جايد. يعني اذا كان الدوميننت مود 3 معناه هذا الويف جايد مالتي راح يعبر من 3 فما فوق، اذا الدوميننت مود مالته شنو هو؟ 3 اللي هو اقل تردد راح يعبر، واضح؟ اللي هو عندنا بالريكتانجولار ويف جايد اللي هو تي اي 10. هسه نجي ناخذ هذه الصوره، شوف هذا تي اي 10، شوف من قلت 1 معناها انا ايش عندي؟ معناها عندي على العرض، على شوف هذا الاكبر احنا قلنا الوايد، عندي فقط هالف ويف لينث، شوف عندي فقط هالف لان واحد عندي، معناها عندي هنا هالف ويف لينث. شوف تي اي 20، شوف على الاكبر اللي هو العرض كم نص موجه صار عندي؟ 2 لان انا قايل 2. شوف هنا تي اي 30، شوف كم هالف ويف لينث عندي؟ 1 2 3، لذلك 3 عندي، واضح؟ واسع عرفنا شنو شنو هذا الاول رقم اللي هو يمثل لي الاكبر اللي هو الوايدر،
من يصير 1 معناها عندي نص موجة واحدة، من يصير هنا 2 معناها 2 نص موجة عندي على العرض ده احكي، من يصير عندي 3 معناها 3 نص موجة عندي. واضح؟ هسه نجي نعرف شنو هو الكت اوف فريكوانسي. كت اوف ويفلينث، هسه راح ناخذ الكت اوف ويفلينث اند كت اوف فريكوانسي، اثنينات راح نعرف شلون نستخرجهن عني من يعتمدن. طبعا هذه شنو ركتانجلر ويف جايد. بالركتانجلر عندي شنو هسه الكت اوف فريكوانسي شي يساوي 2 اوفر الروت الجذر مال الام اللي هو تي تي اي مو ام ان، هذا الام على الاي والان على البي سكوير، يعني روت ام على الاي سكوير زائد الان على البي سكوير. هذا شنو؟ هذه الكت اوف ويف لينث. من الكت اوف ويف لينث اقدر استخرج شنو؟ الكت اوف فريكوانسي. ليش؟ لان انا عندي علاقه تقول السي ايكوال تو لامدا اف. اذا انا استخرجت الكت اوف ويف لينث اللي هو اللامدا للسي وعندي سرعه الضوء 3 في 10 اس 8 اقدر استخرج شنو؟ اقدر استخرج الاف للسي. طبعا هذه السي ام ان، اف اف دوت سي للام ان نفس الشيء. ايش صار عندي؟ الكت اوف فريكوانسي بس مجرد انا ضربت هذه المعادله بالسي، مو عندي سي ايكوال تو لامدا اف. اذا من عندي اللامدا ان ايش راح يصير؟ يصير عندي مكان لامدا اقدر اعوض سي على الاف، بالتالي سوي ضرب الطرفين في الوسط راح يطلع عندك هذا القانون، يعني تحفظ لي واحد من الاثنين راح تستخرج الثاني. واضح؟ هذا الكت اوف فريكوانسي وهذه الكت اوف ويف لينث. طبعا الاي والبي شنو هي؟ لازم ميجرد ان سنتيمتر، يعني اذا انطيك اياها بغير شيء انطيك اياها بالمتر، ما مستحيل انطيك اياها بالمتر، انطيك اياها بالانشز مثلا، انطيك اياها بالميل تحول اياها للسنتيمتر حتى تقدر تطبقها بهذه العلاقه. واضح؟ راح ناخذ مثال. المثال اللي عندي شو يقول؟ calculate احسب the cut off frequency تردد القطع for the modes given below للمود المود مال الريكتانجلر ويف جايد، اف هذا النوع من الويف جايد. The guide dimension شوف منطيني الدايمنشن، ال A منطيني 7.214 سنتيمتر منطيني هذا سنتيمتر، ال B منطيني 3.404 سنتيمتر منطيني ال A وال B. شو يريد؟ يريد ال cut off frequency بمن؟ بال T0 E 10 TE01 TE20 TE11. طبعا هذا المثال تطبيقي حتى اعلمك شلون تستخدم. عندي القانون مال الكت اوف فريكونسي يساوي C over 2 روت ال M over A سكوير بلس ال N over B سكوير. طبعا عندي C اعرفها اني 3 في 10 اس 8 واضح متر اوفر سكند. نجي للحالة الأولى TE10 الكت اوف فريكونسي سجل TE10 راح أعوض ال10 شوف 10 ال1 هنا عوضتها هاي C over 2 ما عندي مشكلة بها لكن هذا تحت الجذر راح أعوض مباشرة ال1 هاي صارت 1 على A سكوير زائد ال B 0 هذا الحد كله صار 0 صار عندي تحت الجذر 1 على A سكوير تحت الجذر 1 واضح الكل تربيع احنا نعرف التربيع تلغي الجذر لان عندي جذر معناها 1 على 2 وهاي 2 صار 2 على 2 صار في التربيع لغاية الجذر ايش بقى عندي هنا؟ بقى عندي 1 على A وهنا C على 2 ايش صار عندي؟ C على 2A صار هذا القانون عندي الكت اوف فريكونسي بالنسبة لمن؟ بالنسبة لل TE10 مود صار عندي C معلومة 3 في 10 8 متر على سكند على 2 في الA واضح صار عندي شنو 100 سنتيمتر. طبعا هذا شنو حول المتر للسنتيمتر لازم اضربها من حول المتر للسنتيمتر اضربها ب شنو اضربها ب 100 فصار عندي كانما 3 في 10 10 سنتيمتر. ليش انا عندي هذه الوحده بالسنتيمتر حتى اختصر السنتيمتر ولا سنتيمتر واضح. يسأل عندي متى تقسم ذني يطلع عندك 2.8
جيجا هيرتز. واضح؟ الاف لل1 0، اجي اعوض ال1 عفوا 0 1 0، هذا الحد صار 0 1 صار هذا 1 على بي سكوير، على بي سكوير ويا الجذر طارت، اذا سي على 2 بي، هذا سي على 2 بي نفس الحاله، هاي سي واضح على 2 بي يطلع عندك هذا الرقم. وبنفس الطريقه تي اي 2 0، شوف 2 0 هنا مكان الام شو عوض؟ عوض 2 والزيرو هذا الحد انتهى، صار عندي 2 على اي، 2 على اي، شوف 2 على اي، ال 2 وي 2 تختصر، بقى سي على الاي عندي القانون، سي على الاي، اذا اطبق هذه راح اعطيك هذا الرقم. دور نجي انمل تي اي 1 1، هنا ما راح يختصر عندي 1 هنا 1 هنا، واضح؟ ما اقدر، مو واحد يجي يقول لي هذا تربيع وهذا تربيع راح يطير ويا جذر، ما يصير، بياناتهم دني حد موجب، بياناتهم اشاره موجبه، فما اقدر اختصر. واضح؟ هذا الرقم زائد هذا الرقم تجمع هذا الرقم، يعني هذا واحد على هذا الرقم وتربعه، زائد واحد على هذا الرقم وتربعه، الدور تجمعها اثنيناتهم وتاخذ لهم الجذر راح يطلع لك هذا الرقم. واضح؟ بس مجرد عملية تطبيق تعرف انه الكتوف فريكونسي هذا القانون المالته تعرف شلون تستخدمه. شوف هنا ايش صار عندي؟ شوف التي اي 1 0، احنا ليش قلنا ال 1 0 هو الدوميننت فريكونسي؟ شوف هنا ايش طلع عندي 2، شوف هذا المود صار 4، هذا المود صار 4.16، هذا المود صار 4.87، شوف التي 1 0 هو اقل تردد اشتغل به الويف جايد. لذلك قلنا احنا T10 هو الدوميننت مود بالريكتانجلر ويف جايد. دائما من اطبق القانون على T1 TE10 راح ينطيني اقل تردد ممكن يشتغل به الويف جايد، والمودز اللي بعدهن راح يبدأ يشتغلن بتردد اعلى من هذا التردد. شوف TE10 هنا دور TE20 بعد اشتغل، دور تي اي 0 1 ودور تي اي 1 1 تي اي 1 1 اللي هو مساوي تي ام 1 1. واضح طلاب؟ هسه هنا عرفنا الكت اوف فريكونسي وشلون نستخرج الكت اوف فريكونسي. ننتقل للموضوع اللي بعده اللي هو شيء اسمه الجروب فيلوسيتي. شنو معنى كلمه جروب فيلوسيتي؟ جروب مجموعه، فيلوسيتي سرعه، اريد اعرف اني السرعه مال الموجة مالتي بداخل الويف جايد. أنا أعرف أن سرعة الضوء أو سرعة الموجة هي بسرعة الضوء، لكن أنا اللي راح يختلف عندي أنه الموجة مالتي راح تصدم بالجزء الأعلى والجزء الأسفل من الويف جايد. هنا السرعة 100% راح تكون أقل من سرعة الضوء. لذلك يقول لك الويف بروباجيت، صحيح عندي الموجة أني تنتقل بسرعة الضوء، لكن أنه الموجة بما أنه راح تصدم بالجزء العلوي والسفلي من الويف جايد، لذلك راح تكون السرعه مالتها 100% اقل من السبيد اوف لايت. لذلك احتاج اعرف، احتاج اقيسها، اقول ايش قد السرعه مال الموجه مالتي بداخل الويف جايد حتى اخمن انه شو وقت راح توصل الموجه للجزء الثاني اللي اني انتظره، ايش قد وقت راح احتاج. سميناها في للجي اللي هي الفيلوسيتي او الجروب فيلوسيتي. شو يساوي السي اللي هي، لان ايش قلنا احنا؟ قلنا السي اللي هي سرعة الضوء، لكن ما راح البروباجيشن انتقال الموجة ما راح يكون بسرعة الضوء، راح يكون بأقل من سرعة الضوء. عني من تعتمد هذه على جذر الواحد ماينس اف الكت اوف فريكونسي على الاوبريتنج فريكونسي سكوير. شوف الاف دوت سي اللي هو الكت اوف فريكونسي والاف اللي هي الاوبريتنج فريكونسي، راح نحل عليها مثال. شو يقول لي هنا؟ find the group velocity، يريد الجروب velocity for the wave guide has، شوف الويف جايد منطيني بي الاف دوت سي اللي هي الكت اوف فريكونسي 3.75 جيجا هرتز، and operating frequency منطيني 5 جيجا هرتز. الكت اوف فريكونسي مالتي، احنا نعرف الكت اوف فريكونسي هو اقل تردد يبدا يشتغل به 3.75، والاوبريتنج فريكونسي اللي يشتغل به انا اريده يشتغل به اللي هو 5 جيجا هرتز. شو يريد من عندي؟ يريد يقول لي ايش قد السرعه؟ تطبيق مباشر، فقط اطبق هذا القانون مالتي اللي هو
الجروب فيلوستي يساوي c 1 ماينس f دوت c على الاف الكل سكوير. راح اجي اطبق القانون. السي عندي 3 في 10 اس 8 وهذا عندي 3.75 اللي هي هذه جيجا هرتز. عندي الاف اللي هي الاوبريتنج فريكونسي منطينها 5 جيجا هرتز. طبعا الجيجا هرتز راح تقتصر وين جيجا هرتز، لذلك ما كتبتها اني. ايش راح تنتقل هنا؟ انا عندي راح اجي اقول 1 ماينس هذا الرقم على هذا الرقم الكل سكوير راح يعطيني هذا الرقم. 1 ماينس هذا الرقم راح يكون عندي 1 ماينس 0.5625 تحت الجذر انطاني هذا الرقم، لذلك النتيجه النهائيه للجروب فيلوسيتي راح تكون 1.98 في 10 اس 8، بينما هو سرعه الضوء 3 في 10 اس 8. شوف ايش قد فرق، سرعه الضوء كانت 3 في 10 اس 8 بينما عندي انا هسه الويف جايد ايش قد صارت فيه السرعه؟ تقريبا 2 في 10 اس 8. شوف ايش قد فرق، فرق واحد تقريبا، 1 في 10 اس 8 فرق بالسرعه. لذلك دائما السرعه بالويف جايد تكون اقل من سرعه الضوء. ننتقل هسه، هذا عرفنا شنو احنا الريكتانجولر ويف جايد، من اسمه ذاك الريكتانجولر معناها شكله راح يكون مستطيل الويف جايد. نجي للنوع الثاني اللي هو السيركلر ويف جايد، من اسمه سيركلر. سيركلر معناها دائري، واضح؟ سيركلر ويف جايد يعني ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي مثل ما واضح بالصوره هنا، عندي هذا مجوف وراح يكون عندي الشكل مالته هنا أنا دائري. من نجي شكله دائري راح يكون شنو؟ راح نقول هذا السيركلر ويف جايد. ذاك اللي قبله اللي كان ريكتانجولر ويف جايد كان الشكل مالته مستطيل. نجي للسيركلر ويف جايد، شنو الفائده مال السيركلر ويف جايد؟ يعني انا ليش ما بخلي فقط ريكتانجولر ويف جايد؟ يصير يعني الكاباسيتي مالته اعلى، الباور اللي راح ينقلها تكون اعلى، بالاضافه انه الاتينيويشن يكون اقل، بينما هنا راح يكون السايز الديس ادفانتج يعني نوعا ما الحجم مالته اكبر والويت راح يكون اكثر، واضح؟ حجمه والسايز والوزن يعني نوعا ما يكون اكثر، هاك الديس ادفانتج. بس هو كادفانتج انه راح يصير الباور اللي راح يسويها هاندلنج اللي راح يعالجها اعلى، والاتينيويشن راح يكون بأقل، وهو جدا مهم انه الاتينيويشن بيه قليل. شنو الاضافه اللي انضافت لي هنا بالسيركلر ويف جايد؟ انا قبل كانت من الموجه كانت عندي مستطيل، فكانت الموجه تصطدم بالجزء الاعلى مستطيل وماشي على خط عدل، يعني الجزء العلوي مالتي ما بي اي انحناء، ما بي زاويه، هو عدل يعني هو مستقيم. هنا أنا ايضا عندي مستقيم، لذلك راح تصطدم الموجه هنا وترجع تصطدم هنا، ما راح يصير بها اي تغير بالزاويه، الزاويه ثابته. بينما عندي اني بالسيركلر ويف جايد الموجه من راح تصطدم راح يصير بها شويه يعني قليل من التغير بالزاويه. لذلك ايش قلنا؟ قلنا البولرايزيشن، شو اللي راح يصير عندنا؟ الاستقطاب راح يبدي يتغير. ليش؟ irregularities of the wall، يعني الجدار اللي راح تصطدم به الموجه هو غير ثابت، غير مستقيم، يعني مره راح تنعكس الموجه بزاويه ومره ثانيه احتمال تنعكس بزاويه اخرى. لذلك عندي راح يصير اذا كان سموث راح تبقى الانعكاس مال الزاويه ثابت على طول الخط، لكن راح يصير عندي بي بولرايزيشن، راح يصير عندي بي انحناء. شوف الديسكربشن ايضا نرجع نقول الدوميننت مود شنو هنا عندي؟ يا مود راح يكون بالسيركلر ويف جايد هو الدوميننت. شنو هو الدوميننت؟ اللي يشتغل باقل تردد. بالريكتانجلر ويف جايد قلنا تي 0 1 تي 1 0 بينما عفوا 1 0 بينما عندي هنا تي 1 1 واضح. شوف هنا انا عندي شنو الدوميننت ويف؟ الدوميننت صار عندي تي 1 1 شوف هناك كان عندي الدوميننت تي 1 0 بينما نجي ننتقل لمن؟ ننتقل للسيركلر ويف جايد. ايش صار عندي؟ الدوميننت صار عندي تي 1 1 هناك كان عندي تي 1 0 ايضا. نجي الام شنو معناها؟ اللي هي هذه الام ان نفس الحاله تي اي ام ان. الام شنطيني الهاف ويف لينث
على اي على اي circumstances، على circumstances مالت باعتبار ما عندي اني اي و بي، ايش راح يكون عندي؟ راح يكون عندي الفول ويف على كل circumstances، على كل المحيط، بينما الان راح تكون على الـ على الكروس سكشنال، يعني راح كانما عندي على الارتفاع مالته. الان راح تكون على الارتفاع الكروس سكشنال او الدايامتر القطر مال السيركل، بينما الان راح تكون عندي على كل المحيط كم موجه، كم ويف لينث. الدوميننت شنو عندي؟ تي اي 11 راح يكون عندي هنا دوميننت. شوف هنا أنا. شوف الـ dominant mode of a circular waveguide is TE11 mode. شوف هذا طبعا اللون الـ هذا اللون اللي هو البينك صار electrical field، أقدر أرسم لك إياها حتى تصير واضحة، والماجنتيك فيلد اللي هو اللون الجرين الآخر. شوف عندي بالـ TE1 mode اللي هو بالـ rectangular waveguide، شوف أنا الموجة ما راح تسقط، كانت ما يصير بها عندي أي انحناء أي polarization. شوف هذا الـ electrical field وهذا شنو عندي، وهذا عندي الماجنتيك فيلد متعامدات وما بهن اي انحناء، ما بهن اي بولرايزيشن. بينما عندي هنا شوف هذا ايضا الالكتريكال فيلد وشوف الماجنتيك فيلد، شوف اثنيناتهم صاير بهن انحناء، لكن ايضا بعدين واحد متعامد على الثاني، لان احنا الماجنتيك فيلد والالكتريكال فيلد لازم يكون متعامدات بدرجه 90 درجه. اوكي، لذلك هسه شوف شنو صار بالشكل، بسبب انه الشكل مال الويف جايد تغير من الريكتانجولر للسيركلر، صار عندي انحناء قليله، صار بسبب البولرايزيشن. الكتوف فريكوانسي، الكتوف فريكوانسي الكتوف ويف لينث، على ضوء الكتوف ويف لينث راح نستخرج الكتوف فريكوانسي. الكتوف ويف لينث عندي لامدا سي يساوي 2 باي a over 1.841، هاي بالسيركلر ويف جايد. من استخرج الدور الكتوف فريكوانسي يعتمد على هذه المعادله، واضح؟ هذا الكتوف ويف لينث، الكتوف فريكوانسي نفس الطريقه اللي استخرجنا بها الكتوف ويف لينث، هناك نستخرج بها الكتوف فريكونسي. هنا عندي يعني شيء جدا مهم، الكونديشن الاي ويف جايد، حتى يعني الكونديشن حتى الموجه تبدي تنتقل، لازم عندي اللمدا للكت اوف لازم تكون اكبر من اللمدا المن لمدا نوت. شنو اللمدا نوت؟ اللي هي مال يعني الاوبريتنج فريكونسي. الكتوف فريكونسي لازم يكون اكبر من الاوبريتنج فريكونسي. هذه العلاقه عندي، اللامدا الكونديشن اوف ذا ويف بروبجيت از لامدا سي اكبر من اللامدا نوت. هسه راح نجي ننتقل ناخذ مثال حتى نشوف شلون نستخدم هذا القانون. The dimension of a waveguide are this. The frequency المنطينية، شوف الدايمنشن، بما انه الدايمنشن صارت 2.5 بواحد، اذا صار عندي هذا، اذا هذا صار ريكتانجولر ما صار سيركلر، واضح؟ سيركلر بالسيركلر ما عندي يعني اي يو بي، ما عندي دايمنشنز، هو عندي راديوس، واضح؟ عندي هسه هذا كانما اذا اشتغل انا على الريكتانجولر، شوف بالريكتانجولر عندي هذا 2.5 سنتيمتر اللي هو صار العرض اللي هو الويد، والارتفاع مالته 1 سنتيمتر. الفريكونسي از، شوف هذا مو الكتوف فريكونسي، هذا الفريكونسي، واضح؟ الفريكونسي ايش منطيني اياه؟ 8.6 جيجا هرتز، الفريكونسي الاعتيادي وليس الكتوف فريكونسي. ايش منطيني الاي والبي والاف مو الاف دوت سي؟ أنا شو اللي أريد أستخرجه من ذنين؟ عندي الـ F والـ C أعرفها، راح أستخدم اللامدا نوت اللي هي الـ Free Space Wavelength. الـ Free Space Wavelength، الـ Free Space Wavelength ليه؟ شنو السبب اللي خلانا أستخرج الـ Free Space Wavelength؟ الـ Free Space Wavelength أستخرجه حتى أقول أنا شكو شيء، لأن حتى أرجع أطبق هذه العلاقة، الـ Cutoff Wavelength والـ Free Space Wavelength، لازم عندي الـ Cutoff Wavelength أكبر من الـ Free Space Wavelength. عندي الـ free space wavelength C over الـ F 3 × 10^8 على 8.6 اللي هو هذه جيجا هرتز اللي هي 10^9 ويساوي 3.48. هسه هذا عندي اللامدا نوت صارت 3.48 سنتيمتر، واضح؟
بس يقول شلون صارت هذه عندي الوحدة القياس مالته بالمتر وهذه 10 اس 9 شلون راح يصير 3؟ بالحقيقة أنا هذه 10 اس 9 طلعت عندي الرقم اللي طلع هنا كان 0.34 لكن أنا ضربته في 10 اس 2 وحولته للسنتيمتر كأنما هذه 10 اس 10 يعني خاف واحد يطبق ويشوفها راح يطلع عندك بالمتر ترى الناتج مال هذا الرقم راح يكون متر لكن أنا ضربته في 10 اس 2 حولته للسنتيمتر. اللامدا نوت اللي هي الفري سبيس ويف لينث طلع عندي هذا الرقم. هسه انا شنو قبل ما ننتقل هنا شنو اريد استخرج؟ اريد استخرج اللامدا الكت اوف فريكونسي. انا عندي الاي وعندي البي شو راح استخرج؟ راح استخرج اللامدا راح استخرج الكت اوف فريكونسي او اقدر استخرج اللامدا سي اللي هي الكت اوف ويف لينث. انا مود اقارن الكت اوف ويف لينث ويا الكت اوف ويا الفري سبيس ويف لينث راح استخرج شنو؟ راح استخرج الكت of wavelength باعتبار عندي ال A وعندي ال B. شوف the condition for the waveguide to propagate is that lambda ال cutoff wavelength لازم تكون أكبر من ال cutoff ال free space wavelength. راح نجي ال A mode راح أنا سن ما أعرف المود لأن أنا مطلوب من عندي بالسؤال يا مود راح يشتغل به هذا rectangular waveguide وتعطيني ال cutoff frequency لهذا المود. هذا هو المطلوب بالسؤال يريد من عندي المود يا مود يشتغل به فأني ما أعرف يا مود راح أبدي أقارن أخذ مثلا 3 modes 4 modes وأشوف إلى أن أشوف وين يشتغل وين يتوقف. هسه لازم أستخرج المود وبعدين من المود استخرجته راح أستخرج الكتوف فريكونسي. هسه أجي للحالة الأولى اللي هو الدوميننت مود 0-1 مود أشوف أن الريكتانجلر ويف جايد يشتغل بهذا التردد لو ما يشتغل. لامدا سي 2 over m over a square plus n over b square. الـ a والـ b موجودات عندي والـ m والـ n موجودات عندي اللي هو أنا فرضت أنه t e 0 1 صار عندي هذا 0 1 هذه اختصرت بقى عندي 1 على b square واضح 1 على b square راح يروح ويا جذر بقى عندي 1 على b الـ 1 على b مقام المقام بسط صارت عندي 2b 2 by 1 2 مضروبه بال1 لان انا عندي القيمه مال البي ايش قد 1 هذه هي 1 سنتيمتر والبي 2.5. هسه انا ايش صار عندي قانون هنا 2 بي 2 بي صار عندي دقيقه 0 1 صار عندي 2 بي طبعا هذه غلط مو بي هذه عندك 2 بي خلينا نشوف البي ايش قال عندي قيمتها العفو البي قيمتها 1 والاي قيمتها انا اشتبهت الاي قيمتها 2.5 والبي قيمتها 1 ايش صار عندي هنا 2 بي 2 باي 1 صار عندي 2 هذه الكت اوف الكت اوف ويف لينث بينما انا عندي الفري سبيس ويف لينث 3 لذلك انا بهاي الحاله عندي الكت اوف صار اصغر من هذا بالتالي ايش راح يصير عندي؟ كانما هذا بهذا المود ما راح يبث عندي هذا ما راح تعبر الموجه لان اقل من هسه واحد يقول ليش استاذ حولتها لللمدا؟ تقدر بنفس الحاله تحولها للفريكونسي. تقول استخرج منها انا اصلا ما استخرج تقدر عندك طريقتين للحل منها انا عندي هذا التردد 8.6 اجي منها انا استخرج مكان ما استخرجت اللمدا استخرج التردد وابدي اقارن اقول لازم عندي التردد مالت الكت اوف لازم يكون شنو؟ اكبر من التردد مال الفري سبيس تشتغل ماكو مشكله. عندي هسه احنا اشتغلت بهالطريقه هاي الان عندي اللمدا سي صارت شنو؟ اصغر من اللمدا نوت. الكت اوف ويف لينث اصغر من الفري سبيس ويف لينث لذلك اني هذا هسه هنا عندي تي 0 1 داز نوت بروبيجيت ما راح يشتغل عندي ما راح تعبر الموجه بهذا المود. عرفت هسه انا انه هذا الويف جايد اللي انا بدي اشتغل عليه بهاي المساله التي 0 1 ما يبث بي ما توصل الموجه بي راح ترجع. انتقل للمود الثاني راح اشتغل على التي 1 0 مود خلينا نشوف. ايضا استخرج اللمدا سي اللي هي الكت اوف ويف لينث ام على اي كل سكوير زائد الان على بي الكل سكوير واضح 2 على هذا الرقم. زين اجي انا عندي ال 1 0 هذا عندي 1 وهنا 0 هذا الحد انتهى صار عندي هذا 1 اوفر اي ال 1 اوفر اي سكوير السكوير راح تروح ويا جذر 1 اوفر اي بقى عندي
مقام المقام باس صار عندي هنا 2A 2A 2.2 مضروبة في 2.5 سنتيمتر صار عندي 5 سنتيمتر 5 سنتيمتر عندي أنا اللمدة نوت شكد كانت قيمتها كانت قيمة اللمدة نوت 3.4 لذلك أنا إيش عندي هنا صار اللمدة سي أكبر من اللمدة نوت إذن هذا المود راح شنو is a possible mode راح يصير عندي بي بث بما أن راح يصير عندي بي بث راح تنتقل بي الموجة راح يصير بي بروباجيشن لذلك أنا من صار بي بروباجيشن خلنا نشوف أنا شقد الكتوف فريكونسي كتوف فريكونسي يساوي الاف كتوف فريكونسي يساوي سي أوفر لامدا الكتوف ويفلينث سي موجود عندي 3 في 10 أس 10 ليش سويتها 10 أس 10 حتى شو يصير عندي حتى أسويها إلى سنتيمتر حولتها من المتر للسنتيمتر حتى يختصر ويا هذا السنتيمتر اللي عندنا لان هذا عندي 5 سنتيمتر على 5 مقسوم على 5 راح عندي 6 جيجا هرتز اذا عندي بهذا المود الكتوف فريكونسي صار 6 جيجا هرتز واضح؟ ننتقل للحاله الثالثه المود الثالث خلينا نشوف بهذا المود يشتغل اذا اشتغل بهذا المود يعبر موجه راح لازم انتقل للمود اللي بعده وإذا ما عبر بهذا المود معناها اللي وراه ما راح يعبر. إذا هنا أتوقف. الـ T11 ايش صار عندي أيضاً أستخرج الكتوف ويف لينث الـ M على الـ A سكوير زائد الـ N على الـ B سكوير بنفس الطريقة صار بس لكن هنا شنو ما راح يصير عندي اختصار. 1 على 2.5 الكل سكوير زائد 1 على 1 الكل سكوير 1 على 1 1 1 سكوير 1 لكن ايش بوقع عندي هذا الحد صار 1 اللي هو هذا وياه. لكن هذا الحد ايش فيه 1 على 2.5 سكوير 2.5 سكوير 6.25 طبعا هذا السكوير تروح لان هي صار 6.25 1 على 6.25 شنو الناتج مالته 0.0256 بلس 1 تحت الجذر يطلع عندي 1.013 اذا الكتوف ويف لينث طلع 1.97 كتوف ويف لينث 1.97 وانا عندي اللمدا نات اللي هي الفري سبيس 3.4 اذا اللمدا سي هنا أنا صارت اقل من اللمدا نات لذلك هذا ما راح يبث اذا بما انه هذا المود ما راح يبث اذا المود الوحيد اللي يبث عندي هو يا هو the possible mode is T10 شوف 01 ما اشتغل 10 عبر عندي اللي هو هذا ويا 11 ما اشتغل عندي اذا the possible mode is TE10 mode والكتوف فريكونسي هو 6 جيجا هرتز واضح؟ ناخذ مثال ثاني for the dominant mode propagate in air filled circular waveguide هنا قال لي circular waveguide اذا شوف ما راح يعطيني لا اي ولا بي the cutoff wavelength منطيني الكتوف wavelength منطيني اللمدا سي 10 سنتيمتر find the required size of a cross sectional area of the guide required size يريد الكروس سكشنال اريا ما رايد يريد الكروس سكشنال اريا مال السيركل عندي هذا شنو هذا عندي الراديوس عندي انا القانون مالتي شو يساوي منطيني هو الكتوف فريكونسي استخرج الحاله الاولى الكروس سكشنال اريا والبعض شو يريد الترددات المستخدمة لهذا المود من البروبيجيشن اجي خليني استخرج اول مرة الـ A اللي هو نصف القطر بعدين استخدم قانون الدائرة حتى استخرج شنو؟ حتى استخرج الكروس سكشن اريا زين انا هو ايش منطيني؟ منطيني فقط الـ 10 سنتيمتر اللي هو الكتوف ويف لينث اللي هو اللمدا سي انا عندي اللمدا سي يساوي 2 باي A على الـ 1.841 من هذا القانون راح استخرج الـ A الـ A ايش طلعت عندي 2.97 نصف القطر عندي طلع 2.97 الـ cross section area بالدائرة شو يساوي؟ باي R سكوير باي في الـ R سكوير طلع عندي اني الـ cross section area 26.97 تقريبا 27 سنتيمتر سكوير واضح؟ زين الـ cutoff frequency شو يساوي؟ يريد المطلب الاول للكروس سكشن اير استخرجته شو يريد هسه هو؟ يريد الدور التردد اللي راح يشتغل به منين استخرج التردد؟ هسه انا عندي
السي موجودة وعندي اللامدا سي اللي هي الكتوف ويف لينث، راح استخرج الكتوف فريكونسي. الكتوف فريكونسي راح يكون 3 في 10 10 على 10 ويساوي 3 جيجا، 3 جيج هرتز. لان واحد طارت ويا زيرو هنا عندي راح يختصر ويا يختصر واحد من العشرة تبقى 9، فبقى عندي 3 في 10 9 واللي هي 3 جيجا هرتز. لذلك الترددات اللي راح تعبر شنو هي؟ Therefore the cutoff the frequency above 3 GHz can be propagated through the waveguide. اي تردد اعلى من 3 GHz راح يعبر. اذا الترددات الاعلى من 3 GHz راح تعبر باعتبار الكتوف فريكونسي 3 GHz في الكروس سكشنال اريا 26.97. Homework. الهومورك اللي عندك شنو؟ Rectangular Waveguide. هنا قال لك Rectangular Waveguide عندي الـ A بـ 4 سنتيمتر، الـ B عندي 3 سنتيمتر. شنو اللي يحتاجه من عندك؟ Find all the modes which will propagate at 5 GHz، 5000 MHz اللي هي 5 GHz. كل الترددات كل المودز اللي راح تشتغل عندي بال 5 GHz. هذا homework. الهومورك الثاني for the dominant mode، منطيني dominant mode of operating of operation is an air filled circular waveguide. هنا عندي circular waveguide الدايمتر مالته القطر وليس نصف القطر، منطيني 4. اوكي find cutoff wavelength and cutoff frequency. يريد cutoff wavelength والcutoff frequency. واضح؟ cutoff wavelength والcutoff frequency. هاي نهاية المحاضرة مالتنا، وإن شاء الله ذني سدني السؤال اللي راح خليه على شكل homework أنطيكم ياهن بالجوجل كلاس روم حتى سلمون ياهن قبل المحاضرة القادمة إن شاء الله. شكرا جزيلا.